مدينة أقرب إلى مدينة أشباح. هذا هو الحال في تكريت كما توضح الصور. سكان المدينة بدأوا بالتقاطر إليها منذ نحو شهر، وكما يبدو فإن معظمهم عاد إليها على مضض لقلة الخيارات المطروحة. قبل عشرة أيام من جينا ماكو محل واحد مفتح بشر قليل ثاني يوم جت عوائل ثالث يوم جت عوائل سكان تكريت بدأوا بمغادرة منازلهم منذ يونيو العام الماضي هربا من داعش الذي اجتاح المدينة وقتها وازدادت عمليات النزوح بعد اندلاع المعارك العنيفة في المدينة قبل نحو أربعة أشهر مضت ولا تزال ندوب المعارك تبدو واضحة في شوارع تكريت رغم ذلك اختار بعض من أهلها العودة كونهم واجهوا خيار النزوح والتشرد او العوده الى مدينه غادرتها ملامح الحياه الطبيعيه. نظفنا البيت واستقرينا به، الحمد لله احسن من نكون مهجرين بغير محافظه. وتشير الاحصائيات الى نزوح اكثر من ثلاثه ملايين عراقي في انحاء البلاد، يعيش معظمهم اوضاعا انسانيه صعبه. كما يضطر الكثير منهم الى العيش على اعتاب المدن في العراء غالبا بسبب التشديد الامني والاجراءات المعقده التي فرضتها السلطات العراقيه لدخولهم العاصمه بغداد ومدنا اخرى وفيما بقي ملايين العراقيين يواجهون التشرد لا تزال بلدات ومدن في البلاد فارغه رغم استعادتها من داعش قبل اشهر بسبب الخلافات السياسيه ناهيك عن الاضرار التي لحقت بتلك المناطق. قاسم حميد العربيه